بابا اكيد يعني اكثر حدا تعب في حياته عشان يربيني انا واخوتي، فهو بالطبيعي بابا. اكثر حدا عم يشتغل على حاله وعلمني كيف اشتغل على حالي اكثر واكثر، اكثر حدا دعمني في الحياه. اكيد ما راح الاقي حدا قدوه في حياتي زي بابا. والله امي وابوي، والسبب لانه ما شاء الله عليهم كثير، يعني كل إشي امي خصوصا بالدين، يعني كل إشي بتربطه بالدين، بتعمل كل إشي عندها انه بتحاول تبيض وجهنا، اي إشي ما بتحكي لنا لا، بتحاول تعطينا قد ما بتقدر، حتى اذا كان إشي صغير، حتى اذا ما كان يعني ما كان إشي كبير، بتحاول كثير تعطينا اياه. الله يعني يخلينا اياها ويبارك لنا. ابوي من النوع الناس الكثير كريمين، صاحب عادل علشان مشجعني في كل شيء بعمله صراحة. قدوتي في الدنيا أبوي وأمي، يعني بشوفهم هم مثال الواحد يقتدي فيهم، وبتمنى إن شاء الله يوم من الأيام أطلع زيهم. قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.